السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سنوها الجندي من قناة فلاش التعليمية. أصحابي في كل مكان، إزيكم؟ عاملين إيه؟ وحشتوني قوي. ومعادي النهاردة مع أصدقائي طلبة الصف الأول الابتدائي كتاب اكتشف الفصل الدراسي الثاني، وإحنا لسه مكملين في المحور الثالث كيف يعمل العالم. في الفصل الأول كيف يتم تصنيع المنتجات حول العالم. وبسم الله الرحمن الرحيم نبتدي في الدرس الرابع بعنوان متاهة المواد. وطبعا يا حبايبي احنا عارفين المتاهة هي اللي بيبقى فيها طرق مختلفة بتوصل لحاجات مختلفة، فهي بيبقى فيها طرق مسدودة وطرق مش مسدودة، واي حد ممكن يتوه جواها لو مش واخد باله. المواد هي المواد الخام او المواد الاساسية اللي بيتصنع منها الاشياء الموجودة حوالينا كلها. زي ايه مواد خام؟ زي الخشب، زي الحديد، زي البترول، زي القطن. كل الحاجات ديت مواد أولية بيتم إضافة إليها بعض المواد وتشكيلها عشان تطلع لنا منتجات جديدة. فهنا بيقولك تتبع مسار كل متاهة بدءا من المنتج حتى تصل إلى المصدر المستخدم لصنعه. طبعا يا حبايبي احنا هنا هنمشي بالمنتج اللي احنا بنستخدمه علشان نوصل للمصدر اللي اتصنع منه. فعندنا هنا يا حبايبي 4 أنواع من المنتجات و4 أنواع من المواد الخام. أول حاجة عندنا دوت ممكن يكون مخبوزات، ممكن يكون فطير، ممكن يكون بيتزا. تاني حاجة عندنا دي ملابس تيشيرت. تالت حاجة عندنا دي آنية فخارية، ممكن تكون زير بنشرب فيه، ممكن تكون حاجة كده اسمها قلة، ممكن تكون قصيص زرع. رابع حاجة عندنا دي ترابيزة خشبية. وعندنا 4 مصادر، أول حاجة شجرة، تاني حاجة سنابل القمح اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، ده نبات القطن. رابع حاجة ده طمي، ده الطمي او معنى اصح الطين اللي بيصنعوا منه الفخار. اقول لكم يا اصحابي معلومة مهمة جدا عن الطمي دوت او الطين. الطمي دوت يا حبايبي بيبتدوا يعجنوه بمية لغاية ما يبقى حاجة سايلة كده عاملة زي العجينة، وبعد كده يبتدوا يشكلوه اشكال مختلفة وينشفوه ويحطوه جوه النار عشان يطلع بعد كده هوت في شكل منتج نهائي جميل جدا. ونبتدي نستخدمه ويكون غالبا على شكل اناء زرع او اناء نشرب فيه المية اللي هو القلة اللي انا قلتلكوا عليها، او الزير اللي احنا كنا زمان زمان بنشوفه كده محطوط في الشارع. ويلا يا اصدقائي نحل المتاهة الجميلة ديت مع بعض. اول حاجة هنبتدي بيها المعجنات اللذيذة ديت او الفطائر اللذيذة ديت. نبتدي ماشيين من هنا، نمشي 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 لحد ما تشوف هتودينا فين. ايوه 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 والله ودتنا عند سنابل القمح الجميله. اذا يا اصدقائي زي ما خدنا قبل كده في طريقه عمل الخبز ان المعجنات ديت بتكون الماده الاساسيه بتاعتها هي ايه؟ هي الدقيق. والدقيق دوت بيجي منين؟ زي ما قلت لكم قبل كده بيجي من سنابل القمح اللي الفلاح بيزرعها. تاني حاجه التيشيرت الاخضر الجميل دوت. يلا نفضل ماشيين كده بالقلم الرصاص، شوف هيودينا لغاية فين. ايوه ودينا لغاية زرع القطن، ودوت بيبقى نبات جميل جدا ولونه ابيض. بيبقى عارفين يا اصحابي الكاندي اللي هي اسمها غزل البنات؟ هو القطن دوت بيبقى حاجة شبهها كده بس بتبقى بيضة ومنفوشة وناعمة جدا وطرية جدا. بياخدوها يعملوا عليها حبة عمليات ويصنعوا منها القماش اللي احنا بنستخدمه. وعاوز اقول لكم ان احنا هنعرف مع بعض في الفصل دوت ازاي بنصنع القماش وازاي بنصنع الخيوط. تالت حاجة معانا الاناء الفخار دوت، وزي ما احنا لسه شارحين شوف هيودينا لغاية فين، نمشي بالقلم الرصاص صح كده، ادينا لغاية الطمي. ورابع حاجة معانا الترابيزة الخشبية ديت، نفضل ماشيين ونلف كده. يلا احنا مكملين بالقلم الرصاص بتاعنا لغاية ما يوصل لغاية الشجرة الجميلة المثمرة ديت. فطبعا واضح ان احنا بناخد منها الخشب اللي بنصنع منه الترابيزة. وبكده نكون انهينا الصفحة ديت ونتنقل للصفحة اللي بعد كده. خليكم معايا ونكمل مع بعض بقية الدرس بتاعنا. صفحة 12 وعنوان الصفحة دورة حياة منتج. يعني ايه يا اصدقائي دورة حياة منتج؟ فهنا بيقولك ان اي منتج في الدنيا ليه دورة حياة. ويعني ايه دورة حياة يا اصحابي؟ يعني هو بيبدأ من حاجة صغيرة ويخش في مراحل مختلفة لحد ما يوصل ويبقى بشكله النهائي اللي انت بتستخدمه بيه، زي ما احنا عرفنا قبل كده في القلم الرصاص.
ودورة الحياة يا حبايبي ما بتنتهيش عن ان انت بتستخدم المنتج ده. انت ممكن بعد ما تستخدم المنتج ده وتنتفع بيه يتبقى منه بقايا. البقايا دي انت مش لازم ترميها في المهملات، احنا ممكن نعمل لها حاجة اسمها اعادة تصنيع، او اللي احنا مدرج عندنا اسمه ريسايكلينج. وده معناه ان احنا بناخد الحاجات الباقية من المنتج اللي احنا كنا بنستخدمه وندخلها في عملية تصنيع جديدة عشان نقدر نصنع منه منتج تاني جديد نستخدمه وينفعنا في حياتنا. وبالتالي احنا بنكسب حاجتين كده، اول حاجة ان احنا ميبقاش عندنا مخلفات ومهملات كتير نلوث بيها البيئة، تاني حاجة استفدنا من المخلفات ديت وعملنا بيها منتجات جديدة نستخدمها وتنفعنا في حياتنا. تعال نشوف الدرس عاوز مننا ايه. ادرس الرسم لتتعرف مراحل تصنيع الملابس، انت كل كلمة بصوت مرتفع عندما تقرأها. الصفحة ديت عندنا فيها شكل او رسمة بيورينا فيها وبيعلمنا فيها ازاي بيتم تصنيع الملابس. اول صورة عندنا لزراعة القطن، ودوت شكل نبات القطن الجميل ان هو عامل قلنا زي الكاندي اللي اسمها غزل البنات. تاني حاجة بياخدوا القطن دوت ويعملوا عليه عمليات صناعة ليصنعوا منه خيوط وقماش. ياخدوا الخيوط والقماش دوت يفصلوه، عندنا مقص هوت وإبرة وخيط، ياخدوه نعمل بيه ايه؟ الملابس اللي احنا بنستخدمها. بعد كده بيروح وبعد كده بيتعرض للبيع للناس عشان تشتريه، واشتريه يعني هيدفعوا فيه فلوس، عشان كده في صورة فلوس. وبعد كده انت اشتريته ولبسته، في عندنا كلمة ايه؟ ارتداء. وبعد ما ارتديته واستخدمته بما فيه الكفاية واستهلكته تماما، ممكن يكون حصل له قطع، ممكن يكون داب، ممكن يكون خلاص هو مش عاجبك، طيب احنا هنعمل فيه ايه؟ البقية بتاعته هل هنتخلص منها او هندخلها في حاجة اسمها اعادة تدوير اللي احنا لسه قلنا عليها اللي هي اعادة التصنيع. فانت ساعتها هتقرر بعد ما تستخدمه هل يا ترى هترميه ولا هنعمل عليه عملية اعادة تدوير ونعيد تصنيعه من اول وجديد ونعمل منه ملابس جديدة. ويلا نقرأ الدرس بتاعنا بصوت مرتفع زي ما هو قايل لنا. اول حاجة زراعة القطن، زراعة القطن. تاني حاجة صناعة، صناعة، صناعة. شراء، شراء، شراء. ارتداء، ارتداء، ارتداء. لازم يا أصدقائي نحفظ الكلام دوت كويس ونعرف نكتبه كويس جدا جدا. وآخر حاجة التخلص من الملابس أم إعادة تدويرها، التخلص من الملابس أم إعادة تدويرها. ويتنقل للصفحة اللي بعد كده ونكمل الدرس مع بعض. الصفحة ديت بعنوان التخلص من الملابس أم إعادة تدويرها. وعاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا قبل ما نخلص درسنا النهاردة، ما تنسوش تشاركوا الدرس دوت مع أصحابكم التانيين على الفيسبوك أو على الواتساب عشان تستفيدوا وكلكم تبقوا شطرين وحلوين وعارفين كل المعلومات الكويسة ونعرف نحل كويس جدا جدا في الكتاب. وعنوان الصفحة ديت التخلص من الملابس أم إعادة تدويرها. تاني، التخلص من الملابس أم إعادة تدويرها. فهنا بيقولك أنت هترمي الملابس ولا هتعيد تصنيعها. بيقولك هنا ارسم ولون صورة لما يحدث عندما تتخلص من الملابس أو تعيد تدويرها. تاني، ارسم ولون صورة لما يحدث عندما تتخلص من الملابس أو تعيد تدويرها. فهنا عامل لك صندوقين، واحد مكتوب في إيه؟ عندما أتخلص من الملابس. المفروض هترسم هنا صورة بتوضح إن أنت لما بترمي الملابس وتتخلص منها في المهملات هيبقى شكل البيئة والدنيا اللي حواليك عامل إزاي. وبعد ما تخلص ترسم الصورة بيقولك إيه؟ ارسم ولون، يعني إحنا هنلون يا أصدقائي، يعني نرسم الصورة ونلونها. وهنا صندوق تاني مكتوب في إيه؟ عندما أعيد تدوير الملابس. هنا هنرسم صورة بتوضح إعادة استخدام الملابس، إن إحنا هنعمل بيها إيه؟ هنصنع بيها ملابس جديدة شكلها جميل ومهندب ولطيف، وهنبيعها بفلوس تانية ونكسب أكتر، وأكيد هتنفع حد تاني. فهنرسم صورة لملابس جميلة شكلها حلو، وفي نفس الوقت هنحافظ على البيئة من المخلفات. فهنرسم صورة هدوم جديدة جميلة شكلها حلو ونلونها. فتاني مرة يا أصحابي هنعيد في الصورة الأولانية ديت، إحنا هنرسم الصورة بتاعتنا بتوضح البيئة الملوثة وشكلها مش كويس، وهنا الصورة التانية بتوضح إن البيئة مهندمة وشكلها جميل وحلو وصحية. وفي نفس الصفحة كاتب لك اختر، هل من الأفضل
التخلص من ملابسك القديمة أم إعادة تدويرها؟ واكتب جملة لتشرح السبب. تاني مرة اختر، هل من الأفضل التخلص من ملابسك القديمة أم إعادة تدويرها؟ واكتب جملة تشرح السبب. يعني هنا يا حبايبي بيقول لكم أنت بتفضل أو أنت بتحب تتخلص من ملابسك القديمة وترميها، ولا بتحب أن أنت تديها المكان تاني يعمل لها إعادة تدوير ويعمل لها إعادة تصنيع ويطلعها حاجة تانية بشكل أحسن. وبعد كده بيقول لك اكتب جملة بتوضح ليه. فهنا كاتب لك من الأفضل التخلص من ملابس القديمة لأن اختيار، والاختيار التاني من الأفضل إعادة تدوير ملابس القديمة لأن. يعني احنا هنختار بين الجزء الأولاني والجزء التاني وهنكتب السبب. فأنت يا حبيبي هتقرر جواك، هتشوف أنهي الأفضل، اللي أنت ترمي ملابسك القديمة ولا تديها المكان يعيد تصنيعها. فأنت يا حبيبي هتقرر، وبعد ما تقرر هتكتب جملة هنا بتوضح القرار ده أنت أخدته بناء على إيه. فأنا مثلا هقرر أن أنا أعمل لها إعادة تصنيع علشان أحمي البيئة بتاعتي وأخليها نظيفة، وفي نفس الوقت أستفيد من المخلفات وأخليها تخدمنا مرة تانية في شكل منتج جديد يخدمني أو يخدم حد تاني. فهقول إنه من الأفضل إعادة تدوير ملابس القديمة لأن هذا سوف يحمي بيئتنا، لأن دوت هيحمي البيئة بتاعتنا. وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا الدرس الرابع، ونوصل للدرس الخامس بعنوان التكنولوجيا وتصنيع القميص. وطبعا يا أصدقائي تصنيع القميص كلمة مقصود بها الملابس بشكل عام. نقرأ مع بعض النص. اقرأ النص التالي لتعرف كيف أصبح تصنيع الملابس أكثر سهولة بفضل التكنولوجيا. تاني، اقرأ النص التالي لتعرف كيف أصبح تصنيع الملابس أكثر سهولة بفضل التكنولوجيا. هنا هيورينا يا حبايبي مراحل تصنيع الملابس، وإزاي التكنولوجيا والآلات سهلت جدا جدا على الإنسان موضوع التصنيع دوت بدل استخدام الطرق القديمة. فبيورينا الطرق الحديثة لتصنيع الملابس. التكنولوجيا مقصود بها استخدام الآلات الحديثة والطرق الحديثة والمكينات الحديثة. فعندنا هنا في الصفحة 3 مربعات أو 3 مستطيلات فيهم صور، وكل صورة مكتوب قدامها الشرح بتاعها ايه اللي بيحصل. فأول صورة عندنا ده نبات القطن طبعا زي ما احنا شايفين، وده نبات القطن في صورته الأولية اللي لسه هو بيبقى على الشجرة أو في الزرع بتاعته، وهو لسه بيبقى نبات مزروع محدش جه جنبه ومحدش حصده. نقرأ مع بعض. تصنع القمصان من نبات القطن الذي ينمو في الحقول، ويجب جمع القطن من هذا النبات. فهنا بيوضح لنا يا حبايبي ان القطن دوت نبات بينمو في الحقول، ويجب على الفلاح ان هو يلتقط او يجمع او يلم محصول القطن دوت، يعني يفصله عن الزرعة بتاعته وياخد الجزء الابيض الجميل دوت لوحده. ودي مهمة المفروض بيقوم بيها الفلاح زمان. دلوقتي هنشوف ايه اللي بيحصل. تاني مستطيل معانا مكتوب فيه في صورة هي لآلة خضراء، ومكتوب فيه هناك آلة تساعد على جمع القطن تسمى ماكينة جمع القطن. هناك آلة تساعد على جمع القطن تسمى ماكينة جمع القطن. يعني دلوقتي بدل ما الفلاح كان بيمشي بقى في الغيط والشمس والحر ويبقى تعبان يا عيني وحران ويبذل مجهود كبير عشان يروح يلم قطناية 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 من كل زرع، لأ هم اخترعوا ماكينة تسمى ماكينة جمع القطن، ودوت نوع من أنواع التكنولوجيا. وآخر مستطيل معانا في الصفحة موجود فيه صورة. أول حاجة في الصورة ديت فيها أدي القطن الجميل أبيض اللي احنا جمعناه أو حصدناه، وديت آلة وبيقول لنا دي أول خطوة إيه بعد جمع القطن. تبدأ الخطوة الأولى في عملية تصنيع القماش من القطن بفصل القطن عن البذور باستخدام آلة حلق القطن. تاني تبدأ الخطوة الأولى في عملية تصنيع قماش من القطن، أول حاجة اللي هي إيه؟ بفصل القطن عن البذور باستخدام آلة حلق القطن. يعني أول حاجة احنا بنعملها بالقطن دوت الجزء الأبيض الجميل دوت بيبقى جواه بز، أول حاجة بنعملها بنفصل البز عن القطن. يعني يا أصدقائي القطن دوت بيبقى موجود جواه بذور، والبذور ديت بتنفع في حاجة تانية هنستخدمها بعد كده. يبقى هنا يا حبايبي عرفنا إن عملية فصل البذور
عن القطن حاجة اسمها حلج، حلج القطن، بواسطة آلة اسمها محلاج القطن، أو يعني الآلة دي اسمها إيه؟ الفلاحين بيسموها محلاج. فآخد البذور أستفيد بيها بحاجة تانية، وآخد القطن أصنع منه قماش. إذن يا أصدقائي نقول تاني، الآلة اللي بتساعدنا على فصل القطن عن البذور اسمها إيه يا أصدقائي؟ اسمها محلاج القطن. الآلة دي اسمها إيه؟ نقول تاني كده، سمعوني شاطرين، اسمها محلاج القطن. وعملية فصل القطن عن البذر اسمها ايه يا اصدقائي؟ اسمها حلج القطن. ونتنقل للصفحة اللي بعد كده، خليكوا معايا. التكنولوجيا وتصنيع القميص، او التكنولوجيا وتصنيع الملابس، القميص مقصود بها اللي هي الملابس بوجه عام او الاقمشة بوجه عام. وهنا بيقولك اقرأ النص التالي لتعرف كيف أصبح تصنيع الملابس أكثر سهولة بفضل التكنولوجيا. تاني، اقرأ النص التالي لتعرف كيف أصبح تصنيع الملابس أكثر سهولة بفضل التكنولوجيا. هنا عاوز يعرفنا إزاي التكنولوجيا ساعدت الناس إن هي تصنع الملابس بس بطريقة أكثر سهولة. وهنا عندنا مستطيلين زي ما احنا شايفين. المستطيل الأولاني بيقول لنا فيه تبدأ الخطوة الثانية في عملية تصنيع قماش من القطن بغزل القطن إلى خيوط ونسج الخيوط لتصنيع قماش باستخدام النول. نقرأ تاني، تبدأ الخطوة الثانية في عملية تصنيع قماش من القطن بغزل القطن إلى خيوط ونسج خيوط لتصنيع قماش باستخدام النول. احنا خدنا في الصفحة اللي فاتت من شوية الخطوة الأولى، دلوقتي هناخد الخطوة الثانية لتحويل القطن إلى قماش أو ملابس. هما يا حبايبي أما بيحبوا يغزلوا القطن أو يعملوا منه خيط، بيمسكوا القطن ويخلوه يلف كتير 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 حوالين نفسه، ويلف بسرعة جامد عن طريق آلة معينة، ودوت بيبقى اسمه غزل. لأن لما القطن بيلف حوالين نفسه بسرعة بيكون الخيوط. يعني احنا تاني حاجة بنعملها، بناخد القطن دوت ونغزله ونحوله لخيط. وطبعا يا حبايبي زي ما احنا عارفين او لسه هنعرف، ان اي قماش في الدنيا او اي ملابس او اي مفروشات او اي نسيج في الدنيا بيبقى عبارة عن خيوط متداخلة مع خيوط تانية فبتكون نسيج او قماش. يعني بنخلي الخيوط عكس بعضها علشان نكون قطع من القماش نستخدمها في تصنيع الملابس. فده يا حبايبي بيبقى اسمه نسج. فمرة تانية احنا بيبقى عندنا القطن بنعمله غزل، وبعد الغزل دوت بنعمله نسج. القطن بنعمله غزل ونحوله لخيوط، الخيوط ديت بنركبها مع بعض بشكل متداخل ومتعاكس عشان نعمل لها نسج وتكون لنا قطعة من القماش. وعاوز يعرفنا هنا يا حبايبي ان الآلة اللي بتساعدنا ان القماش يتداخل مع بعضه اسمها نول، اسمها نول اللي احنا شايفينها في الصورة ديت. دي بتبقى عبارة عن آلة، احنا شايفين هو يا حبايبي الخيوط، وديت عبارة عن آلة داخلة فيها الخيوط. الخيوط دي بتتداخل مع بعض بطرق عكسية عشان تكون لنا قطعة قماش. بيقول لنا بقى الآلة ديت اسمها ايه؟ اسمها نول. اسمها ايه يا اصدقائي؟ نول. يبقى الآلة اللي بيخش فيها الخيط ويطلع قطعة قماش اسمها ايه؟ اسمها نول. تاني يا اصدقائي، يبقى ايه هو النول؟ النول الآلة اللي بيخش فيها الخيوط بطريقة متعاكسة وتعمل جواها نسج وتطلع لنا قطعة قماش. ايه هو تعريف النول يا اصدقائي؟ النول هو آلة نسج القماش. النول هو الآلة التي تساعدنا في نسج القماش. وده تاني مستطيل معانا، ونقرأ لتصنيع قميص من القماش يجب قص القماش وخياطته حسب المقاس والتصميم المناسبين، ثم تتم خياطة القماش باستخدام ماكينة الخياطة. تاني، لتصنيع قميص من القماش يجب قص القماش وخياطته حسب المقاس والتصميم المناسبين، ثم تتم خياطة القماش باستخدام ماكينة الخياطة. يبقى احنا هنا يا حبايبي بنمسك القماش ونقصه على المقاس الصحيح اللي احنا محتاجين نعمل منه الملابس او القميص بتاعنا. يعني احنا يا حبايبي ما بناخدش القماش ونقصه وخلاص، لا، ده احنا بناخد التصميم او الموضة اللي عجبنا او الشكل اللي عجبنا، وناخد مقاساتها كويس
بنقوم قصين على حسب الشكل اللي احنا عاوزينه وعلى مقاسنا المظبوط علشان نشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. بعد ما قصيناه هنعمل له عملية ايه بقى؟ عملية خياطة، هيتخيط مع بعضه. وحتى هنا جايب لنا صورة ماكينة خياطة او آلة خياطة. واحنا طبعا يا حبايبي شايفين الآلة ديت او الماكينة ديت هي اللي بتساعدنا على خياطة القماش، او هي اللي بتساعدنا على تفصيل القماش. الآلة دي اسمها ايه؟ اسمها ماكينة الخياطة. يبقى هنا يا اصدقائي الماكينة اللي بتساعدنا على خياطة القماش مع بعضه اسمها ايه؟ اسمها ماكينة الخياطة. يعني احنا الماكينة اللي بتاخد القماش بتحوله لقميص او تي شيرت او ملابس معينة اسمها ايه؟ ماكينة الخياطة. مع ماكينة الخياطة ديت بتساعدنا على تحويل القماش الى ملابس معينة او قميص او تي شيرت او اي حاجة احنا عاوزين نلبسها. يبقى احنا يا حبايبي خلنا دلوقتي كام خطوة علشان نصنع القميص او التي شيرت او الملابس بتاعتنا. اول حاجة جمعنا القطن عن طريق ماكينة جمع القطن. تاني حاجة حلقنا القطن، يعني فصلنا البذرة عن القطن عن طريق ماكينة حلق القطن. تالت حاجة عملنا عملية غزل القطن دوت وحولناه لخيوط. رابع حاجة عملنا عملية نسج الخيوط ديت عن طريق النول وعملناها لايه؟ قماش. خامس حاجة عملنا تفصيل للقماش دوت عن طريق ماكينة الخياطة عشان نصنعه ملابس. وكده يا حبايبي نكون خلصنا الجزء ده من الدرس ونروح لباقي الدرس بعنوان التكنولوجيا في حياتي اليومية. وهنا بيقولك ارسم صورة التكنولوجيا التي تستخدمها لتساعدك على الحياة والعمل واللعب، ثم اكتب ما الذي تساعدك هذه التكنولوجيا على القيام به. تاني ارسم صورة التكنولوجيا التي تستخدمها لتساعدك على الحياة والعمل واللعب، ثم اكتب ما الذي تساعدك هذه التكنولوجيا على القيام به. فهنا يا حبايبي طبعا شايفين فيه هنا جدول، اول حاجة مكتوب فيه الحياة، تاني حاجة العمل، تالت حاجة اللعب. هنا عاوز يعرفنا او يقول لنا هنعمل ايه، هنرسم صورة للتكنولوجيا، يعني ايه التكنولوجيا دي ساعدتنا في ايه عشان تخلي الحياة بالنسبة لنا اسهل، عشان تخلي العمل بالنسبة لنا اسهل، عشان يخلي اللعب بالنسبة لنا امتع. طيب التكنولوجيا بتساعدنا ازاي ان احنا نعيش؟ اكيد في حاجات كتيرة جدا التكنولوجيا بتساعدنا فيها عشان نعيش حياة كويسة. احنا ممكن مثلا نقول المصباح او اللمبة. فالمصباح بيساعدنا كتير جدا جدا ومفيد لينا جدا جدا في حياتنا، فهنرسم هنا صورة مصباح او لمبة، وهنكتب هنا في الجزء المكتوب فوقيه تساعدني على. المصباح بيساعدنا في ايه يا حبايبي؟ ابسط حاجة المصباح او اللمبة بتساعدنا فيها ايه؟ اول حاجة ان احنا نشوف بالليل، دي اهم حاجة جدا، اهم حاجة المصباح بيعملها ان هو بينور لنا او بنشوف في الضلمة. يبقى اول حاجة هنكتبها نرى في الظلام او نرى في الليل. نرى في الليل او نرى في الظلام. تخيلوا العالم لو مفهوش مصباح كهربائي هتبقى الدنيا عاملة ازاي بالليل؟ طبعا هيبقى الدنيا مظلمة ومحدش هيقدر يشوف اي حاجة، ومش هيبقى فيه نشاط بالليل خالص، وهتبقى الحياة صعبة جدا. فبالتالي المصباح الكهربائي ده بيساعدني في ايه؟ هنقول تساعدني على الرؤية في الظلام. تاني حاجة بيقول لي في العمل. طبعا يا اصدقائي انتوا طلبة او انت طالب بتذاكر وبتاخد دروس عشان تتعلمها، وديت شغلتك في الحياة ان انت تتعلم. فايه ممكن يكون بيساعدك في اداء عملك ده؟ فممكن نقول القلم الرصاص، ونرسم هنا صورة قلم رصاص. فالقلم الرصاص بيساعدك اكيد عشان تتعلم، وابسط حاجة بيساعدك فيها القلم الرصاص دوت ايه؟ هنقول تساعدني على. يبقى القلم الرصاص يساعدني على ايه؟ بيساعدني في عمل الواجب بتاعي. يبقى ايه؟ يساعدني على الكتابة. يبقى يساعدني القلم الرصاص على الكتابة واداء واجبات المدرسية. تاني يساعدني القلم الرصاص على الكتابة واداء واجبات المدرسية. واخر حاجة عندنا في الصفحة اللعب. ايه يا ترى التكنولوجيا اللي ممكن تكون بتساعدنا واحنا بنلعب؟ ممكن نقول ايه مثلا؟ مثلا الموبايل. الموبايل اما بننزل
عليه ألعاب جديدة بتقعد تسلينا ونضيع فيها وقت الفراغ بتاعنا، يبقى هو بيبسطني. يبقى هنا الموبايل أو الهاتف المحمول يساعدني على الاستمتاع بوقتي واللعب ألعاب جديدة أو ممارسة ألعاب جديدة. وبكده يا أصدقائي نكون أنهينا الصفحة ديت وأنهينا معاها درس النهاردة، وأرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح النهاردة. ولو انت حقيقي استفدت وعاوز غيرك يستفيد، ياريت تعمل شير وياريت تشارك الدرس مع اصدقائك عشان اصدقائك يبقوا كمان شطار. وما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة والسبسكرايب. واسيبكم يا حبايبي في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.